بسم الله. دلوقتي هنشوف حيلة حلوة من حيل برنامج انديزاين، وهو ان انا عندي تكست لما ادوس عليه يظهر صورة، ولما ادوس على الصورة يظهر التكست تاني. تمام، خلينا نختار اي صورة عشوائي، ولا يكون الصورة ديت احطها هنا الصورة. طيب انا دلوقتي محتاج ان انا احول التكست ل زرار، ومحتاج ان انا مش زرار قميص، زرار يعني ادوس عليه بوتوم. يعني همسك الصورة ديت وادوس رايت كليك واقول له انتراكتيف، اقول له كونفرت تو بوتوم. تمام، فده بقى بوتوم. تمام، طيب ده بوتوم واحد، وخلينا نسميه تكست عشان نبقى عارفينه. وخلينا نروح للصورة ديت وهقول له الصورة ديت انا عايزها تبقى بوتوم، واسميها صورة. تمام، طيب كده ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه، مجرد بس ان احنا سمينا شويه اسامي. طيب خلينا نيجي على الصوره ديت واقول له ان الصوره دي اول ما ادوس عليها كليك عايزها تعمل حاجه حلوه، وهي شو هايد بوتوم. انا عايز اخفي، عايز تكست يختفي ولا الايمج؟ انا عايز تكست هو اللي يختفي، فدوس عليها لحد ما تطلع علامه العين ومعمول عليها شرط. طب الايمج عايزها تحصل لها ايه؟ عايزها تظهر. طيب خلينا نروح الايمج واقول له لما حد يدوس كليك ما تزعلش، لا انا عايزك تظهر لي التكست وتخفي لي الايمج. تمام، طيب اول ما الكتاب يتفتح عايز ان التكست دي تكون مخفيه، اروح معلم على الهيدن بحيث ان الصوره ديت تختفي لحد ما انا اظهرها. تمام، واجي هنا اقول له شغل لي الكتاب بتاعي، فبيظهر لي الكتاب اي بي يو بي، يبقى كده الكتاب ده ينفع يشتغل على التابلت والايباد. تمام، اول ما اجي هنا هيحول لي دي لايد كده عامله كده. تمام، دي معناها ان ده زرار ينفع ان انا ادوس عليه. تمام، كل التكست ده زرار، اول ما ادوس التكست كله بيختفي وتظهر الصوره، لما ادوس على الصوره تاني يظهر التكست، ادوس وهكذا. دي من ضمن الحيل بحيث ان انت تعمل كتاب يبقى اكتف ويعجب الناس. البس اللي يعجب الناس وحط صوره تعجب.